صباح الخير، صباح النور، شحالكم لبيت؟ اليوم في ولاية الساقط من تونس عنا أمطار غزيرة، الأمطار زاد المياه دخلت عنا للمنازل. أنا تويكا عندي الدار داخل كلها ماء، هتشوفوا ما تشوفوا حتى السيارات تتعدى بصعوبة في وسط الماء. الأمطار من البارح وهي تصب، نريكم من الجهة هذي فوق الشارع. حتى السيارات من الشارع من الجهة هذي. شكرا. الماء زاد هنا عندي كله دخل للدار. هنا ومعناتها تشوفوا الماء وين تصب الامطار بكميات غزيرة. يصير لنا هك في ولاية صفاقس، معناتها راه المياه تدخل لنا للمنازل. هذه من البارح، حتى معناتها في بيوت غرف صغار زادا كيف كيف هكا كلها بالماء. حنا مصبح وأشعة الشمس هنا طلعت شمس ومطر مع بعضهم.
اوري لكم الشارع، هكا في برشا ماء. توا طلعت الشمس، تقول ما كانتش فما امطار. بكره الشمس اما قعدت معناتها الطريق كله ماء.